افيدوني عن كشف المرأة عن اخي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير الجزاء. العم والخال وزوج اخو الزوج كلهم لك محارم، فليس لها ان تكشف لاخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، لانهم ليسوا محارم، وانما المحارم ابو الزوج وابن الزوج وجد الزوج وابن ابنه، اولاده واباؤه هم المحارم، ولها ان تكشف لابي زوجها وجد زوجها، ولها ان تكشف لابناء زوجها وابناء ابناء زوجها وابناء بنات زوجها، لانهم اولاد. قوله جل وعلا: وابائهن وابناء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن فبعولهم ازواج. واما الاخوه وتزوج واخوانه واعمامه فليسوا محارم، ولا يجوز لهم ولا خلوة باحد منهم.